ازيكم عاملين ايه؟ ريفيو النهارده عن لوشن فازلين. لوشن فازلين مش فازلين الجيل اللي احنا عارفينه. فازلين عملت اللي هو اللوشن ده عشان التاني اللي هو ملمسه بيبقى تقيل قوي، اللي هو الشفاف ده الخام. طبعا ده مش هينفع ان احنا نحطه على وشنا كل يوم وعلى جسمنا وهو اصلا تقيل قوي. هو ينفع بس للرجل او حاجه، للحاجات اللي هي متشققه قوي او الحاجات اللي هي ناشفه قوي لفتره معينه، لكن مش هيبقى بصفه مستمره. وطبعا ليه استخدامات تانية كمان للفازلين، لكن النهارده بقى بنتكلم عن اللوشن ده. ده لوشن فازلين بالكاكاو، في منه كذا حاجه، في منه بالصبار، وفي منه لونه بينك كده اللي هو بيفتح ومعاه عامل كمان حماية. لكن ده بالكاكاو هو سعره 80 جنيه. في منه 3 احجام، ده اصغر حجم، ده 200 ملي، في 400 ملي، وفي 725 ملي. هو غير دهني، دي احلى حاجة فيه، وينفع لجميع انواع البشرة، لكن البشرة الجافة مش هيرطبها قوي زي ما انتوا هتبقوا فاكرين. هو هينفع للبشرة العادية، للبشرة الدهنية. هو مكتوب عليه جميع انواع البشرة، لكن هو للبشرة الدهنية والعادية هيبقى كويس قوي. هو بيرطب بس مش هيرطب الجافة المترققة اللي هي الناشفة دي، لأ مش هيعمل معاه حاجة. ريحته حلوة قوي، بس ريحته زمان كانت اقوى. هو نفس الريحة بالكاكاو عادي، بس الريحة زمان كانت اقوى، هي دلوقتي تحس ان الريحة قلت شوية، بس عامة هو ريحته حلو. كمان بيصلح البشرة الباهتة، عشان هو في مادة الكاكاو. مادة الكاكاو دي بتصلح اي بقع في البشرة مع الاستمرار يوميا، وبيساعد كمان على ترميم البشرة. هو احلى حاجة فيه ان هو سريع الامتصاص، يعني تقدري تحطيه على جسمك وتلبسيه عادي. وهو كمان بيحتوي على قطرات من جيل الفازلين عشان يحبس الرطوبة. عايزة اوريكم بس هو سريع الامتصاص ازاي. بصوا سريع ازاي، سريع وريحته جميلة جدا. هو ده كان الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واشوفكم على خير الفيديو الجاي.